مساء الخير. النهاردة مصر بتحتفل بذكرى يوم مجيد من أيام النصر، وهو يوم 6 أكتوبر 73. يمكن كتير مننا ما عاصرش الفترة دي من تاريخ مصر وإزاي كانت قاسية وصعبة على كل واحد فينا. بيحضرني كلام الرئيس الراحل أنور السادات لما قال: حاربنا ونحارب من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو سلام العدل الذي لا يفرض، أما سلام الأمر الواقع لا يدوم. بالنسبة للمصريين كانت معركة تحرير وكرامة وصبر استمرت لأكثر من 15 سنة، ابتدت من 67 لحد 82. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلماته في الاحتفال الرائع اللي نظمته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة مرور 49 سنة على نصر أكتوبر المجيد: أيا كانت الظروف الصعبة اللي بنمر بيها مش ممكن هتكون أصعب من سنوات الحرب. تعالوا نتابع مع بعض جانب من حديث الرئيس. يا ترى يا مصريين كلكم مستعدين زي ما كنتوا قبل كده من 67 ل 82 تحملتم الكلفة والتضحيات اللي قدمتها الدولة عشان تتجاوز أزمتها في الوقت ده، ولا هنيجي دلوقتي بشوية شائعات وشوية أكاذيب بتتقال وبتتقال كل يوم والناس بتبقى فاهمها وعارفها؟ طب هل ممكن يكون أنا المواضيع ديت بتخوفني أو بتقلقني؟ هتصدقوني؟ لا والله. طب ليه لا والله؟ لأن أنا دايما أقول إن الله بالغ أمره، مفيش حاجة هتتعمل إلا بإرادته، إرادته هو بس. إذا كنا إحنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وراضيين بقدره، فإحنا بنسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف، بأمانة وشرف، بعيد عن العيب يعني السياسة والحاجات اللي بتتعمل في التعامل مع يعني حاجات. لا لا لا. طب حد يقول لي طب ما كده بتتكلم لغة غير لغة اللغة المطلوبة. لا، ازاي بقى؟ لغة في تقديري او في فهمي انا اللي هي الحق، الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدعمه، الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملها لنا، الإخلاص اللي بيبقى سر بين الإنسان وبين ربه فقط، لا يطلع عليه ملك ولا يعبث به شيطان، علاقة بين ربنا والإنسان فقط يعني. فلا، طب الظروف الصعبة دي هنتجاوزها بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، وبكرة تشوف. وزي ما